السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على هذا المشرف وين يصطدم بأزمة معقدة بسبب ثلاثي المنتخب الوطني الجزائري. يعني قبل يعني وين نقولوا بلي كاين لاعبين ماهمش يلعبوا، كاين لاعبين راهم مجلسين. وين يستعيد هذا المدرب يعني وأجمالي المنتخب الجزائري لمواصلة مشوارهم يعني بدء مشوارهم في تصفيات نهائيات كأس العالم 2026 يعني التي سوف تكون في أمريكا والمكسيك وكندا، وفي ظل الحديث عن إصراره على إحداث يعني ثورة تغيير جذرية في صفوف المنتخب، يعني يواجه هذا المدرب ورطة كبيرة بشأن خياراته الفنية ومنظومته الدفاعية سبب يعني وضعية الكارثية للاعبين يعني ثلاث من لاعبيه. يعني هو يهدر ويقول لك بلي كاين ثورة وبين يديرو وبين يديرو، كاين والو كاين والو يا ودي، على بالك كانوا يدير لك كيما هكا وغادي يجي عوار تاع شي غادي نديرو ولا لافريك غادي ناكلوها. وانا نقول لكم يا ودي والله تعطوه لارجنتين، والله لا ولات موزمبيق نولو لارجنتين تولي تخامل موزمبيق مع هذا. انا نقول هكا ولا نقول لكم تعقلوا، كنا نقول لكم تخاف كان مازال كاع موزمبيق ما نديرو ما نلعبوش معاه، كنت نهضر عليها نقول لكم يا ودي موزمبيق غادي يجي واحد النهار موزمبيق ونخافوا منها. خرجت صح موزمبيق طاحت معنا، رانا نشوفوا الناس راهم خايفين من موزمبيق. كيما ذاك المخنط قال لهم في سبتمبر في ديسمبر بيجيبوا منتخب كبير يعني ويخسروا المدرب. ديسمبر كاين، في ديسمبر كاين تربص وقيل مكانش ديسمبر تربص وقيل المدرب يعني يجيد كما قال لهم بسبب الإقامة. هذا خطأ قال لهم بسبب الإقامة، كل شغل سيراليون كانت تتربص في ويمبلي، كانت تتريني في ويمبلي وتبات في 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 أوتيل في باري اللي مقابل شونزيليزي. أيا ونهار بارتيا جاو لعبوا لنا غينيا استوائية وسيراليون والكوت ديفوار. النهار اللي ضربونا بثلاثة كانوا في أوتيل في بارسلون، في أوتيل في بارسلون ويترينو ويحضروا في الكاب نو، ونهار البارتيا جاو ربحونا. والكاميرون هنايا راحوا حضروا في الأخرى في ميلو في نابولي، في نابولي في لي زوتيل الفاخرة تاع نابولي أياو جاو لهنا ربحونا وراحوا. بركا ما تشكل تنزانيا، تنزانيا مي جات هنايا على بالك وين كانوا تربصوا وين داروا التربص تاعهم ما على بالكمش يا ربي، أولا ما على بالكم تما داروا في الألمان وتريناو في الملعب تاع البايرن ميونيخ. أيا وجاو لهنا داروا لنا 0-0، ها نتوما ما على بالكمش ولا كيفاه. وين يعيش ثلاثي المحور الدفاع كتيبة الخط عيسى ماندي وعبد يعني بن سبعيني وأحمد طوبة وضعية جد مقلقة مع أنديتهم تخلط أوراق هذا المشرف في مواجهة يعني المواجهتين المقبلتين. وما زال ما كان راهم يلعبوا نورمال. الآخر قال لك فيه ديشيري ربرا كيسموه بن سبعيني، ماندي كتفه بالك غادي يلعب بالحوقن ولا غادي يكملوا لي بالحوقن ولا دواء تقليدي ولا ما تعرفش كاين. ماندي خارج حسابات في إسبانيا، وخرج المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي يعني من في إصابة يعني في المباراة الماضية يعني من نادي فياريال الإسباني، وبات يعني محل شك في مشاركته مع كتيبة المنتخب الوطني الجزائري. واكتفى ماندي يعني في الشوط الثاني رفقة ناديه في منافسة يعني الدوري وين شارك يعني وين شارك ميطون وكملها مبليسي، كملها كنت تشوفوا البارتيات سيبو كملها مبليسي ما نعرف. ولعب محارب الصحراء مواجهتين وقد خلال يعني ما زال ما بانتي وزيد بانك بدر الدين بوعناني وين راه لاعب يعني بالك يلعب بالك هذا الخطا يلعبوه السبت ولا الحد يلعبوه ما نعرف وين يعاني يعني بدر الدين بوعناني. كذلك قلت لك بدر الدين بوعناني عيسى راه تسموه بن سبعيني يعني قلب الدفاع يعني نقص يعني في المنافسة في 3 ماتش ما لعبش وقيله قال لك الاصابه مع ناديه يعني بوروسيا دورتموند
بما كان يعيشه مع فريقه يعني السابق غلادباخ، كان النجم الأول. وخلال هذا الأشهر يعني لم يلعب يعني في 3 مباريات في منافسة الدور الألماني من أصل يعني المباريات التي لعبها، يعني تاليا ما لعبش، تاليا ما لعبش، تاليا تشامبيونز ليغ ما لعبش على بالك. هذه حتى طوبة من أصبح ضاحية خيارات مدربين، ومن بين أسماء التي كان يعول عليها هذا المشرف في بناء منتخب جديد تحسب الاستحقاقات المقبلة. وما عندوش منتخب جديد، المنتخب هو عنده اللعابة كويسيب يلعب تاع 2019، وأصلا راه يهدر على 2019. يعني ومن سوء حظ أحمد طوبة أنه تقرر يعني وين المدرب يعني وين وضعه في ما راش يلعب بزاف، الله ما تفهمت كاع، والسن هاجس يعني هذا المدرب، ويعود يعني بعض اللاعبين يعني وين هو قال لك باللي كاين لاعبين في 2018 قال لهم يجي تصط لاعبين يعني دايرينها ملكية المنتخب الوطني، لكن في الحقيقة شاهدنا معاه يعني ملكية حقيقية يعني وين كانت ليبري فونسي تاع اللعابة، وداير ويدير هاد الباز هادي تاع فاضي يبغي تاع فضاحة منا يبعد كلشي، وين كنت تبقى تشوف ندوة صحافية هذه المحاضرة اللي دارها كلي شغل ندوة صحافية يعني تاع مختلطة ميجي بيرك في المطار يهدر هاكا ويروح يقول لهم راني صايك تاع ما شتو والو تاع منا هاد الصوالح يديرهم هو هذا مكان. هما هادو الناس هادو الشغل الشاغل تاعهم ضروك يعني هاد العصابة هادو الشغل الشاغل تاعهم بيقلعوا محسن، خات على محسن خسر لهم يعني المشروع، محسن غادي يخسر لهم مشروع، خسر لهم مشروع، خسر لهم مشروع، خسر لهم. خاص كانوا يجيبوا اللعابة ويلعبوا ويديروا لهم لي ستاتي ويدبروهم يجنسوهم، وين محسن يعني الناس الناس دروك بارتي هاديك باش يخمو فيها، هم يخمو كيفاش يعني يطيحوا محسن برك، هذا مكان يحوسوا كيفاش يطيحوا محسن برك. هذه هي كاين لعابة عندك لي فيكتيف، عندك طوقاي، عندك بالعيادة، عندك كاين ناس يعمياو عندك لعابة صح. فتير والله يا بيك انت عندك لعابة خايف ولا وين تبقى خايف الناس مين يدير لك دماغك، يقول لك راهم يحوسوا يديروا لنا مشاكل، راهم يحوسوا يديروا لنا يحوسوا يديروا له مشاكل. البكاء على الاطلال يعني ناس تبكي نورمال ويحصلوا في كاع الناس، اي هما ما تجبدلاش ما تبقاش تجبدلهم على على الاخرى تاعهم، ما تبقاش تجبدلهم تجبدلهمش، المهم هما ما يستعرفوش برك، هما ما يعترفوش خويا ما التالي كاع والو. يقول لك بلي قال لك بلي يا ودي كيسموها يا ربي، قال لك تا قال لك كانوا دايرينها ملكيه يا ودي، راه الشيطان شيطان انك تقدرني غما من سيبك جاي من قطر انت يا ابو نجاح وبغد وبلايلي وراكم جايين داخلين تحضروا بيناتكم كل شغل حيا، راكم فوق السماء، راكم فوق الغيام، ماشي في الغيام، فوق الغيام، الغيام ولا يبالكم تحت يا ريحه ريح 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 ريح، راه فيكتوريا تاع مصر راه كشفت، قال لهم قال لهم دوزياميتو غيرتي غيرت، قال لهم زوج لمسات برك هذا مكان وروح خليها هي الصندوق هاذيك والله يخص بلاد يقسم لك سهلة هدر ما هدر ما هدر كي خسرت هدر كي خسرت
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله يا ربي نكونوا معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا.